طبعا لله الحمد، احنا عندنا مشاريع كثيره بالكويت، ومن ضمنها المشاريع الموسميه العوده الى المدارس والاجهزه الكهربائيه في الصيف، نوزع المكيفات والثلاجات وغيرها. طبعا في رابط خاص حق الكل، اي اسره محتاجه تسجل في هذا الرابط بكل شفافيه. يا سلام. بكل شفافيه، واحنا ندرس الحاله، في حال تم دراسة الحالة أن فعلا الحالة هذه يعني بحاجة حق الشغلة هذه، تزورهم عزيز عدل، تزورهم سواء أو فك كربة سجين أو غيره، سيدا تواصل وياهم بكل شفافية، حتى أن البيانات أو المستندات تكون عند شخص واحد بكل شفافية، ويتم مساعدة الأسر المحتاجة بالكويت، سواء يعني عن طريق فك كربة أو محتاجين ثلاجة أو محتاجين مكيف في فصل الصيف. طبعا هذا الرابط شغال دار مدار السنة، ما له الموسم معين. أما بالنسبة حق وجبات إفطار صائم في رمضان والعودة إلى المدارس، وعندنا في كل سنة نسوي معرض للأسر المتعففة اللي هي يعني دخول الشتاء، نوزع الكسوة، كسوة الصيف وكسوة الشتاء. ومثل ما تفضل العم الكبير، أن الشعب الكويتي أو الخليجي بشكل عام في روح التطوع، في يعني في كورونا أنا كنت ماسك إدارة يعني التطوع، وللأمانة صراحة أكثر من 12,000 متطوع ومتطوعة نذكرها تطوعوا بجمعية السلام لتوزيع السلات الغذائية والمعقمات والمواد التنظيفية وتعقيم المدارس. يعني الأمانة بعد ما انتهت كورونا، إن شاء الله انتهت، اكتشفت أن في ناس اللي ماسكة مناصب، اللي ماسكة بس، لكن نزل عن المكان وتطوع، خل أنا محامي، أنا محقق، أنا كلهم تطوعوا. فلما خلصنا في ناس ما دخلتهم زعلوا، واذكر والله يعني زعلوا. صراحه يبون وسائط عشان يدشون يساعدون، يعني 12,000 متطوع يعني صراحه، يعني وكانوا منظمين ومتكاتفين، وفعلا عشنا ايام جدا يعني حلوه. كنا حتى هذه عفوا بس ساعة. كانت داخل الديره ولا كنتوا حق دولة ثانية؟ كنا داخل الديرة، لكن كنا نسافر يعني 5-4 بس على أساس نغطي المشاريع الخارجية، يكونون يعني موظفين وإداريين من الجمعية، لكن داخل الديرة كنا أكثر من 13,000 ما شاء الله متطوع ومتطوع.